لكن ادوار اللعيبه، وده مهم جدا يا كهربا وهبدا معاك فيه، ان ادوار اللعيبه بتبقى ادوار كمان مش هقول اهم من ادوار المدرب، لكن ادوار مكمله للمدرب، ادوار مهمه في وقت الفرقه هي اللي بتلم بعض. وده حصل الشناوي مثلا بين الشوطين مع نادي الزمالك، انت من خلال حرقتك وكلامك مع بعض اللعيبه في بعض الاوقات. فهو ده كنت بتكلم على الدريسنج روم واوضه اللبس، ده الحب اللي ما بينكم ده اعتقد هو ده اللي بيعمل الفرق. ممكن ما تكونش على المستوى الفني ساعات الافضل، لكن ربنا بيديك في الاخر عشان الحته دي. والله الحمد لله، يمكن ربنا كرمنا في بطوله افريقيا وكاس مصر، يعني كرمنا بضربات الجزاء في كاس مصر بطوله افريقيا في الجون في الدقيقه الاخيره. صحيح. الحاجات دي كلها كابتن يعني تعب، تعب مجهود، تعب سنه كامله وسنه يعني اكتر من سنه كمان، سنه وكام شهر، واللعيبه تعب، ضغط عصبي. يعني يمكن انا كنت بحمد يعني بدعي ربنا كل يوم ان انا كنت اخف من موضوع الكورونا ده عشان بس اكون موجود. يعني اكون موجود، انا مش يعني مش عايز العب، انا بس اكون موجود في يعني مع اللعيبه، ان انا بحس برضو ممكن تأذرهم، ان انا ممكن احفز اللعيبه، اساعدهم في حاجات كتير. ف يعني حب اللعيبه الفتره اللي فاتت والجهاز الفني والاداري وكل المسانده بتاعت الجماهير دي هي اللي خلتنا ناخد البطولتين دول يعني صراحه.